أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية، ونبدأها معكم بأهم العناوين. تجدد الاعتداء على كنيسة ماري جرجس بقرية سرسنا بالفيوم وهدم أجزاء منها وخسائر بنحو 20,000 جنيه. رئاسة الجمهورية تشكر الدكتور ياسر علي على أدائه المتميز الفترة الماضية كمتحدث رسمي باسمها. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. قام مجموعة من مسلمي قرية سرسنا التابعة لمركز طمية بالفيوم ظهر اليوم بتكرار الاعتداء على كنيسة ماري جرجس بالقرية، وذلك بعدما قاموا مساء أمس بإشعال النيران بالكنيسة وقذفها بالطوب، وأسفر الهجوم عن هدم جزء من القبة وكسر الصليب أعلاها، بالإضافة إلى تدمير أجزاء بداخل الكنيسة وبعض المقصورات والأيقونات. وذكر كاهن الكنيسة أن الخسائر المبدئية تتراوح ما بين 10,000 إلى 20,000 جنيه. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف القس دوماديوس حبيب كاهن كنيسة ماري جرجس بقرية سرسنا. ألو. سلام. سلام أتسابونا دوماديوس. سلام ونعمة، صلولنا، احنا الكنيسة بتتحرق دلوقتي حالا لثالث مرة. أبونا صف لنا كيف بدأ الهجوم على الكنيسة أمس؟ الكنيسة بتتحرق دلوقتي حالا، دلوقتي ناو، عملنا صلحة في المركز ودلوقتي حالا بتتحرق، دلوقتي حالا النار مولعة في الكنيسة. مستمر من الامس ابونا دوماديوس لثالث مره. الخسائر اللي وقعت بالكنيسه اتسابونا، اقول لك النار مولعه تقولي لي الخسائر؟ النار مولعه في قلوبنا مش في الخشب. النار مولعه في الرمز مش في الخشب. احنا خايفين على اولادنا مش خايفين على الخشب، مش خايفين على الفلوس. الفلوس دي تراب. الاجراءات التي اتخذتها الشرطه بعد الابلاغ، الشرطه كانت قاعده معانا ساعه قبل وقوع الحرايق والمشاكل كلها، والمأمور كان قاعد معايا في المكتب، والناس ما اخروش جهد عن انهم يعني يساعدونا، لكن في سلفيين محرضين الناس، الناس جيراننا طول عمرهم والناس زي الفل وبنحبهم جدا، واروح عندهم اعيد عليهم، واي ظروف في حد عيان او حاجه لازم اروح ازورهم. وحبايبي عم حسين قلبوا الناس علينا من يوم الثوره، وكل ما اتصل بالقيادات اقول لهم يحرقوا لنا الكنيسه في الثوره، يقولوا اشمعنى انت اللي يحرقوا لك الكنيسه؟ عشان في ناس بتسلطهم. الحرق ده بيتربصوا لينا بيه من 3 سنين، لولا المسلمين والعقلاء امثال الحاج عبد الحميد ربنا يبارك له، وناس كتير خايف يعني اغفل عن ذكر حد في الشارع بتاعنا، كل المسلمين بيحبونا وكلهم واقفين معانا. ما فيش الا هو الجار الوحيد ده. أتسابونا دوماديوس، السبب الرئيسي لهذا الاشتعال للكنيسه، سبب الحادث من 3 سنين نفسه. السبب من 3 سنين، من اول الثوره ما ابتدت. من اول الثوره ما ابتدت وهم يجوا لنا ويقولوا هنحرق الكنيسه زي البلد الفلانيه ما حرقت، لان في قريه جنبنا على بعد 2 كيلو اسمها قريه المقاتله اتحرقت فيها الكنيسه في 2002 وما زالت مغلقه. للاسف كنيسه الشهيد ابانوب بالمقاتله ما زالت مغلقه ومحروقه بالنار من 2002، وانا ساكت مش عايز اتكلم. اتسابونا دوماديوس على لولا ان النار ولعت دلوقتي ما كنتش هتكلم، انا ساكت. على مدار 3 سنين اتسابونا، ودي كانت البدايه زي ما قدسك بتقول دلوقتي، وكان في تهديدات، ردود الافعال او اتصرفتوا مع التهديدات دي ازاي؟ فتحوا الجدار في البدايه من 3 شهور، البدايه الفعليه من 3 شهور فتحوا الجدار اللي بيننا وبينهم، فتحت حوالي 30 سنتي. حوالي 30 سنتي تقريبا فتحه كده في الجدار، وابتدوا يعني الفتحه يعني بيعملوا الفتحه متخيلين ان احنا هنضربهم، هنرمي عليهم طوب عشان يتخانقوا معانا، ومرتبين برضه يعملوا نفس العمل، لكن احنا بالحب وجيراننا الناس الطيبين ابتدوا يحتووا الازمه، وجاء المأمور وجاء الناس وقالوا انتوا هتزودوا الحته دي للكنيسه. انا بنفسي مضيت على شرط ورجعت لابونا الوكيل، ومضينا على شرط ان احنا مش هنضمها للكنيسه. لما طلبنا نعملها حضانه رفضوا نعملها حضانه. بنيت حائط جنب الحائط مجاور للحائط علشان مشكله الصوت. لكن ما كانش في اي استجابه للناس او لحد اللي تدخل لايقاف هذا الهجوم او العدوان.
الفتحة 30 سنتي دخل منها رجالة بالليل الأسبوع اللي فات ده. أنا ما عرفتش إلا الصبح امبارح بعد القداس، الولاد بيقولوا لي الفتحة وسعت، فجبت الشيخ عبد الحميد وآخرين من الناس المسلمين، حاج محمد أبو الدكتور أحمد جه ودخلوا قالوا لا دي الفتحة دي توسعت، ودخل راجل ودخلوا منها جوه الكنيسة. فقلت طب هنستنى إيه؟ اتصلنا بالمأمور وحاولنا نعمل حاجة علشان نسد الفتحة دي، فمش قادرين احنا نلمس الحيطة المشتركة اللي بيننا وبينهم. فكنا هنكمل اتسابونا. دوماديوس احنا سمعنا ان قدسك اصبت في الحادث او هذا الهجوم، وكنت حابة اسأل برضو قدسك عن الاصابات. حاجة بسيطة في ايدي بس من حتة ازاز وانا بطفي النار، مش طايق ان النار تولع في الكنيسة لان الكنيسة غالية عليا خالص، وكنيسة تعتبر يعني كنيسة مثالية ونموذجية، مش عايز اقول يعني متكاملة، كنيسة متشطبة تقريبا يعني اتعاد الكنيسة عمرها 50 سنة او اكتر، صلي فيها ابونا عبد السيد وكان يسميها الدير، واتبنت اتجددت في سنة حاجة و80، قدس ابونا ابراهيم بيخدم في النمسا، واتجددت المرة اخر تجديد ليها. سبب التجديد ان احنا نعزل الصوت عن الجار، سبب التجديد الوحيد. لكن في اصابات اخرى من شعب الكنيسة ابونا دوماديوس؟ حوالي 2 أو 3 من الولاد جالهم طوب في راسهم، وكان معانا المأمور، يعني كنا بنحاول نحط حلل او حاجات كده على دماغ الناس، خشب او حديد من كسر رمي الطوب. صحيح هم اللي كانوا بيرموا عدد قليل 20 أو 30 واحد، لكن العشرين او 30 واحد اللي كانوا بيرموا الطوب دول يعني بيرموا من اماكن كتيرة، وطوب كبير قالب طوب سليم. قدس ابونا دوماديوس احنا كلنا بنرفع صلاه النهارده لاجل الكنيسه ولشعبها، وبنرفع كمان وبنوجه اصواتنا لكل المسؤولين بسرعه التدخل، وبنتمنى الهدوء والسلام للكنيسه ولشعبها. قدس ابونا دوماديوس حبيب كاهن كنيسه ماري جرجس بقريه سرسنا، اشكرك. امبارح اللي طفاها ماري جرجس. اشكرك ابونا دوماديوس، كتر خيركم كتر خيركم. نستكمل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية. وعلى صعيد السياسة الداخلية، أعربت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم عن خالص الشكر والتقدير للدكتور ياسر علي على أدائه المتميز طوال الفترة الماضية كمتحدث رسمي باسم مؤسسة الرئاسة، وهنأته على ثقة رئيس الوزراء باختياره رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وأكدت الرئاسة على بقاء علي في منصبه كمتحدث رسمي حتى مطلع الشهر المقبل، على أن يتم الإعلان عن هيكل المكتب الإعلامي في وقت لاحق. من جانبه نفى ياسر علي تعيين متحدثين مؤقتين للرئاسة، وقال إن الإعلان عن الفريق الإعلامي قد يتم اليوم أو غدا. عادت الحياة إلى طبيعتها اليوم في محيط قصر القبة، وانتظمت الحالة المرورية بعد الاشتباكات التي دارت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال فعاليات مليونية كش ملك. وشهد محيط القصر تواجدا أمنيا مكثفا، بالإضافة إلى قوات الحرس الجمهوري التي قامت بإزالة السور الحديدي من أمام البوابة الرئيسية، والذي تمت إقامته أمس ليكون بمثابة عازل بين القوات والمتظاهرين. كما قام عمال النظافة بإزالة المخلفات التي نتجت عن تظاهرات واشتباكات الأمس. ومن جانبه وصل الرئيس محمد مرسي صباح اليوم إلى القصر وسط حراسة أمنية مشددة، ودخل عبر البوابة الرئيسية. أكدت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد حالات الإصابة خلال مظاهرات القاهرة والمحافظات أمس بلغت 47 شخصا في تظاهرات واشتباكات جمعة كش ملك. وقالت الوزارة أن 35 مصابا خرجوا من المستشفيات بعدما تلقوا العلاج، وأن 12 آخرين ما زالوا تحت العلاج، مشيرة إلى أن هيئة الأسعاف قامت بالدفع ب 72 سيارة بالإضافة إلى لنشي إسعاف في الميادين المختلفة المتواجد بها تظاهرات. في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أن المسيرات والتظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات أمس اتسمت بالسلمية، إلا أنها تحولت في بعض المناطق إلى أحداث عنف.
شيع المئات عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد مريم جنازة صامتة للشهيد محمود محمد النحاس الضحية رقم 40 في أحداث السبت الدامي ببورسعيد، والذي أصيب برصاصة بالعين اليسرى. كان النحاس قد أصيب في الاشتباكات التي وقعت بمحيط قسم شرطة العرب ببورسعيد، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية ثم إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، ومكث هناك 21 يوما في غيبوبة تامة حتى لفظ أنفاسه أمس متأثرا بطلق ناري أدى إلى انفجار ونزيف حاد بالرأس أعلى العين اليسرى. أعرب الدكتور هشام قندير رئيس الوزراء عن أسفه للشكل الذي أسيء به عرض تصريحاته في اللقاء الذي تناول مشكلات التنمية في مصر، وخاصة الجزء الخاص ببني سويف، وأشار إلى أن مقطع الفيديو تم اقتطاعه من سياقه، مؤكدا أنه قصد حشد الاهتمام بهذه المناطق لتوفير الرعاية اللازمة. وأعرب قنديل عن أسفه لما سببه ذلك من مشاعر سلبية لدى أهالي بني سويف، مشيرا إلى أن علاقته بأبناء المحافظة وثيقة وتعلو فوق أي محاولات للتشويه أو المزايدة. من ناحية أخرى، وصل رئيس الوزراء تشاد اليوم لرئاسة وفد مصر في اجتماعات القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء. عقدت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم اجتماعاً مع عدد من القيادات العالمية للتشاور حول ما تشهده البلاد حالياً. ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بالمجلس الأعلى للقبائل العربية للتباحث حول أوضاع مصر وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. ولمزيد من التفاصيل إلى حضراتكم التقرير التالي. جهود عديدة ومبادرات لحل الأزمة المصرية واجتماعات مشتركة لبحث سبل تفعيل المبادرات المطروحة سواء من حزب النور أو جبهة الإنقاذ الوطني لإزالة الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية. وقف أعمال العنف في الشارع أولوية هذه المبادرات المطروحة. جبهة الإنقاذ الوطني التقت عدد من الجهات النقابية والعمالية لبحث التنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة والانتخابات البرلمانية المقبلة. بنؤكد على موقف الجبهة أن لازم قانون الانتخابات يعاد النظر فيه ويعاد صياغته بشكل صحيح. لازم تبقى فيه حكومة محايدة تجري الانتخابات، لازم تتوفر شروط، لازم يبقى فيه مراقبة مجتمعية للانتخابات، حتى مراقبة دولية للانتخابات. ومن جانب حزب النور الذي أصدر مبادرته لحل الأزمة، التقى الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والذي يضم 90 قبيلة من أنحاء مصر، وذلك بهدف بحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة. القبائل أيدت مبادرات حزب النور لحل الأزمة، مؤكدين ضرورة الوقوف خلفها وإزالة حالة الاحتقان بين القوى السياسية. يذكر أن رئيس الجمهورية أبدى استعداده لمناقشة بنود المبادرة التي طرحها حزب النور في الاجتماع الذي جمع ما بين قيادات الحزب منذ أيام مع رئيس مرسي، وتم طرح المبادرة ومناقشتها تفصيلياً. الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف وتعيين نائب عام جديد، ها هو ما اتفق عليه جبهة الإنقاذ وقيادات النور لحل الأزمة. يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تشكيل الأكاديمية السياسية الوطنية التي تهدف إلى تدريب وإعداد المهتمين بالعمل السياسي وتكوين قيادات سياسية مدربة ومؤهلة للحكم والعمل في الحياة السياسية. يأتي ذلك بمشاركة عدد من الخبراء ورموز العمل السياسي والقضائي في مصر، من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز والسفير هاني خلاف والدكتور أيمن الصياد. وأوضح الدكتور باسم خفاجي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أنه بعد مرور أعوام على انطلاق الربيع العربي تأكدت الحاجة الماسة إلى مشروع متكامل لصناعة القادة في الحياة السياسية وإعداد وتطوير كوادر سياسية مؤهلة لحمل مشروع النهوض بالوطن من الفكر إلى التنفيذ. وجه 17 عالما ومفكرا إيرانيا من مستشار الفقيه الإيراني آية الله الخميني رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، أعلنوا فيها استعدادهم لنقل التجارب العلمية المكتسبة في إيران إلى مصر.
ونشرت وكالة فارس نص رسالة العلماء التي أكدوا فيها استعدادهم لوضع ما بحوزتهم من تجارب وخبرات علمية وصفوها بالهائلة، وأكدوا أنهم حققوها بفضل انتصار الثورة الإسلامية تحت تصرف الحكومة والشعب المصري. ونصح العلماء الرئيس مرسي بعدم الاكتراث بالضغوط الدولية وما يسمى بالحركة التنويرية المتأثرة بفكرة فصل الدين عن شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الخارجية أن متوسط سعر الأسطوانة في القرى يتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، نافياً ارتفاع سعرها إلى 40 جنيهاً. وأضاف الوزير خلال تفقده إحدى المستودعات بمنطقة الجيزة صباح اليوم أن أزمة البوتاجاز تم السيطرة عليها بسبب ضخ الأسطوانات داخل المستودعات ومراقبتها من مفتشي التموين. وأشار عودة إلى ضبط 36 مليون لتر سولر بقيمة 120 مليون جنيه قبل تهريبها بالسوق السوداء خلال يومين. عاملين حوالي 2400 مخالفة للمخابز من أول أنا ما جيت الوزارة من 40 يوم، ف40 يوم عاملين 1400 مخالفة. هذه المنظومة بهذا الشكل واستمرارها هو كارثي على الجميع، وبالتالي لابد إن احنا نتحرك بسرعة بمنظومة جديدة. احنا نطبقنا في 3 محافظات، ان شاء الله الاسبوع ده هنطبق في 4 محافظات جداد، الاسبوع اللي وراه في 4 تانيين، عشان نوصل 15 محافظة في 15 مارس. الازمة دي الحقيقة استمرت اكثر من اللازم وبشكل غير مبرر، بس لقينا بعض الزملاء يعني سائق المركبات بيدخل يمون ويطلع يفرغ في شراكن ويشيل. فالاسلوب ده الحقيقة بهذا الشكل هندخل بقى في دائرة مفرغة مش هنعرف نطلع منها. فدلوقتي تشديد الرقابة ده امر هام جدا مع منظومة توزيع أفضل. المنظومة القديمة اللي فيها الضيق المدعم فيها المخالفات زي المخالفة اللي احنا شفناها دلوقتي، احنا عايزين نتنقل للمنظومة الجديدة. مفيش حاجة اسمها ضيق مدعم، الدعم على المنتج النهائي، الدولة هتشتري ب 34 قرش وتبيعه للمواطن بخمس قروش، واحنا هنضغط بكل قوة ان احنا نتحرك بسرعة للمنظومة الجديدة. وإلى الشأن السوري، حيث أفاد نشطاء باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والجيش الحر معظمها بمحيط مطاري النيرب العسكري ومطار حلب الدولي. وذكر مركز حلب الإعلامي أن المعارضة المسلحة استطاعت السيطرة على اللواء 80 دفاع جوي القريب من مطار النيرب العسكري. وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل نحو 866 شخصاً الأسبوع الماضي، موضحاً أن إجمالي عدد القتلى من الأطفال بلغ نحو 100 طفل. هذا وقد أفاد نشطاء سوريون بمقتل 25 شخصاً اليوم بأنحاء متفرقة من البلاد. من ناحية أخرى، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريموند أوديرنو أن خطط التدخل في سوريا جاهزة، إلا أن الرئيس باراك أوباما يريد حلاً دبلوماسياً للأزمة. وقال إن الرئيس أوباما يعتقد أنه يمكن التعامل مع الأزمة في سوريا دبلوماسياً بالعمل مع شركائنا، ولذلك قررنا أن نكون على استعداد إذا دعت الحاجة. وأضاف أوديرنو أن التدخل في سوريا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية الداخلية هناك، مشيرا إلى أن سلاح الدمار الشامل في سوريا أصبح في مأمن. رحب مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 من مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي صالح. وأعرب المجلس في بيان أصدره بإجماع أعضائه 15 عن قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق أو المعارضة السابقة في العملية الانتقالية، وخاصة الرئيس السابق ونائبه. وكرر المجلس عزمه اتخاذ إجراءات وعقوبات في حال استمرت هذه العرقلة. كذلك أبدى المجلس قلقه حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية.
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن عزمه تقديم إعانات غذائية عاجلة لحوالي 564 ألف مالي، ولا سيما في شمال البلاد. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرز قولها إن برنامج الأغذية العالمي يريد الوصول إلى الأشخاص في مالي وبينهم أكثر من 400 ألف شخص في مدن تمبوكتو وغاو وكيدال الواقعة في الشمال، والتي استعادتها القوات الفرنسية والمالية والأفريقية من المجموعات الإسلامية المسلحة. وأضافت بيرز أن خطة البرنامج التابع للأمم المتحدة تنص على تقديم مساعدات غذائية عاجلة ل 135 ألف نازح بسبب النزاع. مرر مجلس النواب الأمريكي قراراً يدين فيه كوريا الشمالية لإجرائها تجربة نووية ثالثة، حيث صوت أمس 412 نائباً على القرار مقابل رفض نائبين اثنين فقط. وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن القرار يحث الحكومة الأمريكية على تطبيق كافة العقوبات الممكنة ضد كوريا الشمالية والتعاون مع حلفائها لفرض عقوبات إضافية، ومن بينها عقوبات الأمم المتحدة. كما يدعو القرار الصين إلى التحرك لعرقلة إعادة شحن البضائع والتي قد تستخدمها بيونغ يانغ في برامجها النووية والصاروخية. وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار بمثابة خطوة رمزية لتعبر الولايات المتحدة وآخرون عن مخاوفها وقلقها إداء الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية. إلى أخبار الرياضة، حيث يشهد الدوري الأسباني اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري، ويواجه فريق برشلونة فريق غرناطة مساء اليوم. وبمباراة اليوم يأمل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف ليدخل التاريخ برصيد 300 هدف خلال 14 مباراة متتالية. كما يواجه فريق ختافي نظيره سيلتا فيجو، ويلعب فريق ملقا أمام أتلتيك بلباو، في حين يتلاقى فريق أوساسونا ريال ساراغوسا. وإلى حضراتكم النشرة الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال الطقس كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية، حيث يسود غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء في جنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً متكاثرة، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وبعض مناطق من الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم والعظمى غداً على مختلف الأنحاء. القاهرة 10-20، وادي النطرون 10-19، الإسكندرية 11-18، مطروح 9-18، طنطا 9-19، المنصورة 9-19، دمياط 11-19، بورسعيد 11-19، الإسماعيلية 27، السويس 7-21، سانت كاترين 5-17، شرم الشيخ 14-25، الغردقة 12-23، المنيا 5-21، أسيوط 5-22، سوهاج 6-23،
قنا 10-24، الأقصر 9-24، أسوان 11-25، مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية. نشكركم وإلى اللقاء.